أيث مثلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنواع الطلاق لدن وعم زوارو اسميس ألف الطلاق الرجعي. شو معنى الطلاق الرجعي؟ أرجاز مري فرو إثم الطوثيس الطلقة ثم زوارو فرو أم زوارو وقي قرنس طلاق رجعي. وهذا شرح بعد با إلى الطلاق البائن. طلاق البائن إلى النوع الأول النوع ويسين النوع عم زوارو قرنس بائن بينونة صغرى ويسين قرنس بائن بينونة كبرى. ثورة الساقيث مثلا نلتقي مع الدرس 19 من دروس فقه الأسرة ونكمل موضوع الطلاق. وقيد درس 19 يا إثمثن نبضل نقطة ثلاثة أنواع الطلاق. الند ألف النوع عم زوارو اسم الطلاق الرجعي. أو رأي إثمثن باش تفهم مليح الموضوع هيك. أرجاز مرسيني اسم الطوثيس أثم طوثف ريغانا يكفوه. وقمش اسقرن طلاقي قرنس طلاق رجعي. زرما يغار اسم طلاق رجعي بارسكو ارغزاقي يسال حق اتدير ذي لا بيريود العدة مدة العدة. الراجل كي طلق زوجته مرة الأولى يسمى طلاق رجعي. علاه سميو طلاق رجعي؟ خطر عنده حق يرجعها في المدة نتاع العدة. خطر الراجل كي طلق مرته لازم تعتد. ربي قال في القرآن الكريم يا أيها النبي يهضر النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. سمتو ثمرة ثفرو سالا بيريود ني أبي بري تروا موا لمدة ثلاث شهور ني أبي بري فقي قرنس لها دربي سنقال نكويس تقفيدي العدة الشرعية ذي لا بيريود ني يسال حقاتي ديال ميكفغا تجي الى قات سنردي البلنخ. ثورا ادنفك الاحكام تاع الطلاق الرجعي. احكام طلاق رجعي الحكم مزوارو لاشوث الطلاق الرجعي ينقص عدد الطلقات بالطلقه الاولى وقيل برمي جوجمون. الحكم مزوارو اشو المعنى يس الشرع يفكايا غد ثلاثه طلقات ثلاثه أرجز مرسيت فمطوثيس فريغام الحكم مزوارو لن تروى موأة صافي سنقصة سيوث إقلقات مرين البلمة. الحكم والسن ذا شوث ثمطوثاقي سعى العدة حكم تعتد يعني أتقيم ذي لابيريود من العدة ورسار الحق لا تجوج ولا تدخل ظن ولا وقف فطرت العدة تعتد المرأة وقف ويسين ويسلثة أري جوزارة تفسقخان. لا يجوز للمرأة المطلقة رجعيا أن تغادر بيت الزوجية نكون ذي ثذرين يوثغ وغور أكنرث فروث مطوث باي باي أتفخخان يضرى ونشتا لا ينتظر ماكو ناس نضى ثمتوثا كمي هضور بي قيم ذكو خامش تيني نو ارقازي فرين كسير النيف اذفو سخن بذا سفو. المرأة اللي تدير هكذا خلفت القرآن الكريم نقول هذا الكلام بارسكو على بالي التصديقنا اللي ما يعرفش هذه الأمور وكل اللي يعرفها يعرس عليها اللي واش كاين ممكن هي تخرج ولا هو يخرجها مثلا تيتي السفغن ذا أريجو زارنا تسفر وقي الحكم الثالث وكل حاجة سعى الدليل آيث مثلا مثلا الآية نقطة يقي ربي نسدي القرآن الكريم يند لا تخرجوهن من بيوتهن وثن تسفو ثارس خامن السنت ودينارس خامن النون إزمر بدينك دخاميش سعيد لاكت غلوبيجي ينش ألور الشرعين يك القرآن لا تخرجوهن من بيوتهن وثن تسفو ثارس خامن السنت ولا يخرجن معنى ما يخرجوش بالإرادة نتاعهم وتفغن ثارس الفغين السنت زر ما يغار بارسكو ربي ناد لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا معنى المرأة إذا كان راهي في الدار ما
ممكن انت تندم بعد 10 أيام، بعد 20 يوم، بعد الشهر، بعد شهرين. او ربي اللي خلقنا يعرفنا احنا نيرفوا سورتو لي زالجيريان، او كي زعف ديريكت فريغا سورتو احنا ربي يعرف هذا الشيء. قال لك عندك تروامو كمي، ما تقوليش تروامو، خلاص تهدأ تسكن، ممكن اشي فغزافني بلك الله بيود نكشي ما دكشم، بلك اش واحد زعفك من بعد تصالح معاه توتي بوسيبل. الشرع ماشي تروا جوريك يفكا، ماشي يسومان يفكا يشي بيبريت تروامو. خمام براحتك، فكر في لي كونسيكونس نتائج الطلاق، وبالك اش صاحبك تقولوا على بالك يا الفلاني مرتي طلقتها البارح، قلت خزي الشيطان يا ولدي على جال سبه صغيره، سبه تمش طوح سي ديفيتيليتي، سي نورمال الحياه الزوجيه يكون فيها مشاكل. من بعد ممكن بعد 18 أيام تقول للمراه خلاص يخزو ربي الشيطان، ممكن هي تقول لك راهي مرتك، راهي مادام راهي في الدار. هذه هي الحكمه، انه ثم طوط الى قات جخام الى قات قيم جخام اللي انت شيرت لاول دي ثوذرين اكناس ارغازينيس فريغام القشيسه تاع القسوفلان الصور من الحيوان ست ميساج باللي كفريغ دغا تشوغون هكذا دغا سولتوك في الباطينات ربي يستر دغا سولتو في الباطينات اكناس الكلمه فريغ دغا تفصى بالكون بوه العرا ارغازي فري اي غار لا مرا كي مستور زرا ما يغار خطر كي ترجع ترجع بسهوله كان اذا كان خرج خبار سي فيني خطر هي وانت كلاكما عنده عزة النفس، هي تقولك خلاص خرج الخبار خليها تخلى، انت تقول انا راجل باش ما يقولوش فلان يطلق ويرجع، انا راجل خليها تخلى اتغفرت نسايا كل سنتيم واقال قزمي فاي الخبار كذاين في غدرة ثمطوثيو ولكن يفاق الخبار يونواس يسا دوري يونيك والله في غيث مطوث ثورا ندمغ في غيث يدرغ ناس الريتيد عدل واحد دموة وينك ثورا سيطروطار اي غير إنه يفغ الخضار يفغ الخضار والغشي ثبتك وتزراب اللي فريغ إن كذا رجاز ولا قرأ قرن دني فريغ يا سبحان الله لو كانت حطار مظلايا وتصوض ما الدراجة ثم توصير ميم شوز كيف كيف سالي ميم سنتيمون ثنين اسمي مكيني خلاص يفغ الخضار وكذا لازم تقولها. هذا حكم رقم 3. الحكم رقم 4 أن الزوج هذا لازم ينفق على زوجته، وجوب النفقة لازم ينفق عليها في مدة العدة. وسي قران كفري غام داين راح ساقا بافا ما لا الشرع ربي سبحانه يقولك بالسيف عليك لازم تنفق عليها إلا قد صرف الفلاس، إلا قد صرف الفلاس ما زيت سمطوثيك. الحكم ويس 4 الحكم ويس 5 ما إلا يون السيسن يموت الحية اللي ورث الميت، ماشي مثل فراكان دغا ابري دو موا افون تكفو العدة. ما إلا يموت ورقاز تا مطوثي ست ورث، ما إلا تموت مطوث ارقازي ست يورث. وقال الحكم ويس 5. الحكم ويس 6 ثمطوثاكي وري جوزالتي دي خضفيون ميم الخضوف كاع إلا قد سنردي البالنا أتنسيون ماشي ما إلا يوني سلام يوني فريث مطوثيس أباري سمانة غسمانتين أسيني ثم طوث يبضيد الخضار باللي نرقزي مي فريم ألور جم بريزونت ذي الحرام لقطنا ذي البالنا للغشي لموراقي أبي بريكان أبي بريكان بلك زعمستني ها لين باسمانة سيغار جاز يوجر سوايط ذي الحرام هما كانوا طرفان فيزم يدن شرحيون وقتك اني التفضيوني غرى الفاتحة في الليس خلاص قروا الفاتحة بعد مدة زوجة واحد آخر من هذا نشتاق ذي الحرام ثم تثره في عصمة زوج ورجو زارة ميم ذا جايث مثل لا يجوز خطبتها لا تلميحا ولا تصريحا ظهر ما شو المعنى إيس ورجو زارة يخضب إما ديريكت نغا أبي بريكالي كاسفك إشارة عن مساج مثلا أسيني الله رفع الخضار تفريض أما الساد برقاز لك مياغن أتنسيون الكلام أجي هذا نغط وخضر بفاس السين الله رأى أما الساد برقاز لك كوني نسفن فهم يا الفاهم رسالة من تحت الماء الشرعين ياي لا يجوز خطبتها تصريحا صراحة
أسيضة أكم خضضة أري جزارة أري جزارة تلميحا وقال الحكم والستة الحكم والسبعة يسالح قد يرثم الطوثيس دي لابيريود دي المدة العدة بدون عقد ولا مهر جديدين بلا ما يغرى الفاتحة في اللاس تجديط بلا ما يفكيس ثامن تجديط سيكلير خطر زيك سمحتي دي فاشيني الور باش يدير ثام الطوث الى قداوي الشيخ هذه غير الفاتحه يرد خدمه صارفو يرد سفكه ثامن نو في قذاقي بدع ما انزل الله بها من سلطان راهي زوجتك الريتي بلا الشيخ بلا ثامن بلا الفاتحه بلا والو ولو كان تليفون بورطابل نوفيكس كيف كيف أمادام رجعتك الريخ كميد يكفي كلمة شوف شرع ميسر ماشي معسر ولاش لي زوب ستاكل ولاش وهورن ميث فغيضة در طمطوثيك ينسى طمطوث الريخ كميد يكفي سوال سوال يكفي بلا ما حضر الغاشي بلا ما حضر الوالدين بلا ما تخدم السكسود ويكسوم بلا والو هاثان تورن فهم طلق الرجعي ثورة أدنس با ألف الطلاق الرجعي با الطلاق البائن ذا شو الطلاق جيفانا ذا قلنا ده دو كاتيجوري إلا يون النوع الأول اسمه الطلاق البائن بيننا صغرى والسين قرنس الطلاق البائن بيننا كبرى ثورة باش تنفهمو مزوارو نوع مزوارو من ما يريد طلاق بائن بيننا صغرى مثلا ما إلا أرجاز يفريس يتمطوثيس par exemple le 1er janvier 2004 هذا أش حاسبو قورة ساقين كوني دي مارس 15 مارس bon. si le 1er janvier 2004 ترنو يسكن 3 موا أبيتري 30 مارس أبيتري 30 مارس bon. إذن si le 1er janvier ألم ماذا الترونت مارس تساقي ومقارن مدة العدة ألور سيبوزون يوني فراسي تمطوثي سلو برمي جانفي أديسا كوني سقسي أكيني كفريغة تمطوثي ودبو البرمي جانفي واش يقول شرع إناس رجعها فورا إناس مادام رجعتك ما تخافش مادام راهي في لابرمزع بعدة سيبوزون يجيك الترونت مارس إناس مازال كفان كاترا يترجعها يقول لك إلو كان ما نرجعهاش سيبوزون يجيك لو 2 أفريل جا أشيني الفلاني أني طلقت زوجتي واش يقول شرع إنس وقتاش طلقتها لا كيسيون لازم نطرحوها مالوريزمو حنا في الجزائر لي جوج نتاوعنا حاشا اللي ما يستاهلش باش ما نعممش كاين بزاف قضاة ما يعرفوش الشريعة الإسلامية يهردوا الحياة الزوجية صح كيف ما يسقسيش على هذا السؤال يحاول دير الصلح على حسب لاتيك 49 من بعد إذا كانت صلح يقول مبروك عليكم ما على باش يدخلوا في الحرام جوست ابا يدخلوا في الحرام سيبوزون يدير جلسة الصلح البرومي ماي لو ديفورس خلاص ما هوش طلاق رجعي يقول مبروك عليكم لاتيك 50 يقول بلي روحوا للدار كملوا حياتكم خلاص سيفري فيزافي القانون سيفري فيزافي الشريعة حرام دخلوا في الحرام هذا شرحه تمثلتي ملي غدايت مثلا نورمالمون لا بروميير كيسيون اسقسي مزوار واسيني من الميث برياضه اشيني فريغاس لو 1 جانفي 2004 يناس اليوم شحال يقول لك اليوم رانا 2 افريل يناس دايم واقي قرناس طلاق بائن بيننا صغرى ايه هذا النوع الثاني يقول لك بون كيفاش نديريه مالا باش نرجعها يناس تري فاسيل باش ترجعها روح تخطبها من جديد ودير فتحها من جديد ودير صداق جديد كلشي جديد سيتا ديال الركازاكي ما يبغى ديال طمطوثيس الى قاد يروح تيخضب تيخضب كلشي داو جديد وما ثقفل هذه غير الفاتحه تاع الجغيط وهذه في كثامن تاع الجغيط لا توتشي كوم كي سيقا لا دوت
صافي وقي قرنس طلاق بائن بينونة صغرى عثنا تفهم إلا ذغ طلاق بائن صغرى وايض سيبوزان يون وايضة يغرى الفاتحة في يوث غرى الفاتحة أمسى الساقي قلال اللان دي غرى الفاتحة ثم غرى العرسة تخذ من مدوت شهر أوت زرم سلطة الله جونيس بسا أسيدي مبابا من بعد كاش نهار تقول له يا راجل شري لي ذهب ولا جيب لي الماتريال متي بوقرت أنا نحب كل شي ستيل بربر يقول يا مدام ما سيطرون كيني راني لهنا ودي جاب ديتها من ضار أستيني شوف أو كيفه حقي حياتي الزوجية في شهر أوت نتزوجو أروح طلب كذا كذا والقشن تاعتي بوخرت وكذا يقولها مدام فريغام ألور مارسيني فريغام من بعد واحد منهم يجي ليك انت لك تحضر حلقة يقولك طلقتها قبيلة برك إناس درتو الفاتحة ما درتوش العرس صافي بعد الفاتحة وقبل الدخول سي بوسان هذا مداوت ألور نتسا يخدم البرو باغ اكزومبل الساكي جوج يخدم الفاتحة ابي بري سي 20 افريل داروا الخلاف بيناتهم من بعد يفرايس إمي سيفرا طلاق هذا كيفاش تقولوا إناس هذا الطلاق طلاق بائن بينونة صغرى هل ترى عندها العدة؟ ما عندهاش العدة فوكو ما عندهاش العدة باسكو ما كاش دخول ونخدم مرتها مغرى ما هوش العدة ولكن في الرويقي قرنس طلاق بائن بينونة صغرى سيبوزون أبري اون سومان إنك فغاتي درب حبيت نرجع زوجتي نو الناس ما فغاتي درب إلا أتي تخضض وتغر الفاتحة تجديد وتفكض ثامن تجديد كل شيء يعرفها ولكن الطلاق جام زوال ويسي فران ذي لافيتيرنا كادمير سيبوزون لا دوت يفهم سفهم 10 مليون 10 مليون ذاكي الشرع شو ديننا إنا يخيل قصدر أصدفك النفس نفسات الطف أرقاز ما يفران إثم الطوثيس بعد الفاتحة قبل ثامغرا وقي قرنس فرون طلق بائن بين صغرى سال حق ذي النفس لابدوت ممس فهم في 10 مليون أتوي 5 وسي قرار جاي لي 10 ملايين تاعي نو أسيني أرجعي لي 5 ملايين نتاعي برك نصف القرآن الكريم قال هذا الكلام بلغة واضحة آية قرآنية ربي اللي قال هذا الكلام وكذا حكم آخر للطلاق البائن بيننا صغرى هذا ترى نفهم طلاق بيننا صغرى وكذا النوع الأول ثم نروح النوع الثاني ومقارن الطلاق البائن بيننا كبرى كيفاش يكون هذا نورمالمو شرعا كيفاش يكون هذا فكره نورمالمو بعد دوغلا ماشي قدر يدوني سنغه نورمالمو سيبوزون ارغاز زوج امراه بعد 5 سنين من الزواج 5 سنين ديال الزواج نسن بار اكزومبل لو 1 جانفي بار اكزومبل 2000 اختلفوا الناس فريغا من بعد 10 ايام 15 يوم يراتب وقين قرنس طلاق رجعي ولكن طلقة واحدة نسي ساعة ثلاثة فروح سيوث إيناس الأولى راحت بقولك زوج مادام ثريطم طوثيش سيد الحق دي لا بريود العدة ما كدنا قرنك تسناث سيبوزون أبري اون اني لبرمي جانفي 2001 اختلفوا دائما اختلفوا البرمي جانفي الله غالب جانفي اختلفوا سينا مدام ما مدام أبا دغا لوكازيون ديفورسني عدان مثلا فريغا طلقا ياكي اسم طلقة رجعية ولكن نيميرو دو من بعد كي تلقى به نتايا لنسى الفلاني بقات لك واحدة الأولى ساباس دوزيام تروازيام إناس بقات لك الطلقة الثالثة يقول لك أعطيني الدليل قولوا قال ربي في القرآن الطلاق مرتان
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الأولى رحت خرجت، ثانية خلاص بقات لك تلقى الأخرى. سيبوزون هذا الإنسان يقول لك أخويا إن شاء الله ما نطلقهاش، ولكن لو برومي جونفي 2002 عود طلقة ثالثة. طلقة ثالثة هذاك اسمها طلاق بائن بيننا كبرى، داين تكسر كل شيء الراس داين. مادام كل شيء الراس سيبوزون خلاص داين، المرأة تروح لدارها دار مالها وهو راه في داره خلاص. بون كاين امور بيناتهم، الحضانه اذا كان عندهم ذراري هذه ديتاي ما نتكلمش عليها اليوم، السكنه اذا كان يحكم لها القاضي بالسكنه ولا ما يحكمش لي ديتاي ماهيش هذا موضوعنا درك. سيبوزون بعد عام هو يجي لك اشيني على بالك ندمت حبيت نرجع الزوجه نتاعي اللي طلقتها ينسى، لا يجوز شرعا حرام ترجع زوجتك. يقول كما كاينش حتى طريق واحد اخر، قل له لا كاين طريق. ما هو طريق؟ يقول له لازم الزوجه نتاعك اللي طلقتها تتزوج بكاش واحد اخر زواج شرعي صحيح، يعيشوا واش يعيشوا، من بعد كي يطلقها ولا يموت عليها، هو يموت واحد موت ربي كيما نقول ماشي انت تقتلوها، لا هو يموت اسيدي ام بابا، من بعد العده نتاعها من الزوج الثاني هذاك النهار عندك حق تخطبها وتزوجها من جديد. ايه سي طرو لو تراجي راه بعيد. شو المعنى يس ايناس والسيدر الحق استاوض الزواج يتمطوط النين وميث فريض طلاق باين بين الكبرى ألما ثاوض الزواج أكد ورقة زوايض زواج الصحان إلا شرعي ليجيتيم 100% من بعد يموت جاتيد نغي فراياس ألما تفك لها يديس ورقة زويسي باش هادو على الغرش يرنا سلخطبة تجدد الخذوف قطة تجدد زواج جديد. الحكمة كي خطير، ربي اللي قال في القرآن الكريم قل له صافي عندي 1% باش ترجع لزوجك. وي ربي يقول حتى تنكح زوجا غيره، ربي اللي قال هالكلام. على بالكم علاه عقوبة صعبة وصعبة على النفس. شكون اللي يقول بون مرتي هذه نخليها تزوجها واحد اخر وبعدين باش ترجع ليا؟ خمم باش تطلق تلقى ثالثة هذه ميم يكون بالك يا الا وكفرين نطيستان زورنا ويسين الى قد يضرب لي لا دو لا تروازيا ما كيسي الطروث هاكي داين ساكاس باش هادو لا غورشي لا قلي بروسيدور قومي السلام سي غراف الشرعي مي دينا شي ياكي باش الانسان قفله دي سوف غوال هادي والي غير زداف اسيني قبل ما نخرج الطلقه الثالثه نشوف لي كونسيكونس هادي والي غير زداف شرعي يضرب سوف ما إلي إرقازي السوري 100% أشيني بور موا داين ما كونفكسيون توتال أبسولو داين ما ندامش سفيني دين الله صالح تبارك الروس مي ميسا الشكايث مثل ولا قادر واحد طوازي عنك بان شو رأي نفهمه قيم قام طلاق الباين بالكبرى نفهميه صافي نورمالمون يفوت بالطريقة هذه طلقة الأولى يرجعها دوزيام طلقة يرجعها طوازيام طلقة يرجعها أكريل ما يظهر كيف مثلا أذ يخدم الأحكام الشرعية يضحكها كثورا ثورا ثالثا نناد أنواع الطلاق نفهمي ثورا نورمالمون نفهم أنواع الطلاق رابعا أذ نمسلي الطلاق السني والطلاق البدعي لكن نقطة هذه أربعة الطلاق السني والطلاق البدعي فهي مسألة مهمة إذا قد سلسل مرة أمي قاذي زوجنا أمي قاذي لا سيليباتير ديروها في بالكم. الطلاق السني ما معناه؟ معناه الطلاق السني هو الذي يكون مشروعا وفقا للسنة النبوية لجيتين. الطلاق البدعي هو المخالف للسنة أو المخالف للمشروع. السؤال أمشي لي طلاق سني أمشي لي طلاق بدعي؟ بون باش نفهم طلاق سني أمشي أرجاز أري فرون إثم الطوثيس يوثن الطلقة ستادير أثن ولي ثدخمان سيناريو أرقات سمطوس ذاتنا أتمشتشاون مخلفن جبد البل من بعد يناس أمضان فريغان يوث وقيل الشرطة نزوارو إلا قاس يفرو يوث الطلقة شفو ثاس مليح الشرط ويسين
إلى قسي ذرو ذي الوقت ورث لرس الحيض زان تمطوط ساعة العادة الشهرية إذا من ديت سان تمطوط كل شهر الشرعين يشوي لقرس تفروض ذي لبريود الشرع الإسلامي رائع زرا ما يغار خطر تمطوط ما لتعيش إلي الرجل نيناس أثني رفي الساعة للشانجموني دي لفيزيولوجي ناس ممكن يتساوي مي من الشانجمون دي لبسيكولوجي ناس تغير سيكولوجي بناء على التغير البيولوجي اتف تمطوط الى بيريود ني شون ظلمت او قال يجوجن بون لي سيليباتير ما على بالهمش السكسي او قال يجوجن السينيغ مقدر بيريود ني دي فوا تف ظلمت اش تبروفوكي انت ديك تبروفوكي ايور جوز ما زورت العيشه صات الجامعه علاش جيت روطا يا المران جبت 27 حسنه واش دخل لي فيك تقول صافي انت كافره انت خاطر مره واحد قالها اتونسيون اتونسيون ما تغلطوش إلا سا مدام جبت 27 حسنة ودرت لك في السجود ما نحتاجش الدعوة نتاع كاع ممكن تجاوبك هكذا ما تتقلقش بس تكون فاهم خاطر ونفي مالا يا عجبة يولو باس يكشف تمطوطيس إناسا مدام السلام عليكم سنة ما ناش في الجامع علاش تقول السلام عليكم هو صح أنت قلت السلام عليكم حاجة مليحة إي غدني غاولكيت مثلا باش ما تقلقوش يا مزوجين الله يهدينا كاع ما يلزمش في لابيريود هذه الشرع يبغى غادي بروتيجي تواشوت سي بور سيف كاردان شتاكي هذا صافي المستفهم الى قاسي يفرو ماشي في المرحله قلنا مقارن مرحله الحيض الشرط هو ثلاثه الى قاسي يفرو بلا ما يعشرت لحيه في العلم ما يلنا ارجاز يتاش تمطوثيس في الذي اللي الراجل ميثفوك لي الراجل الحيض ينسي خا تدوش التزدي ما لا تزدي ياكني ما يبغى سيفرس يفرو يمارا اسينا مدام ترى يا اخي يكفى لا بيرود الحيض يا اخي يكفى عقلك ميت زدي اسيني زدي 100% اسيني ما لا فريغان دقيقه قصيبه ما يبغى ديبر لا صافي المسفهم على بالي معظم الناس كاين كي نضرجوا جامي في الروس جاو كذا كتقوليو شحال هاكي فروني ذاك تقوليو أتجد قولي ورما جامي إلا غادي يفر شغل بوم بلا غادي يفر نو أبا وريني عرض تفك ربي اللي قال الشرع اللي قال ماشي أنايا باش نقولو كي نقولو الشريعة الإسلامية تقولو الشريعة الإسلامية فيه بزاف تفاصيل وكاين بزاف أمور في الشريعة الناس تجهلها وحنا كي نقولك في القانون لا عذر من جهة القانون واحد حرق سون سنتير دي تحمل مسؤوليته يخلص البروسي ولازم فرحان ولازم سيفيليزي ما يقولوش انا ما على باليش اذا ما كاينش ما على باليش ما على باليش خلص هذه في الكود في القانون كذلك في الشريعه الله تقيت مثلا مساله مهمه ثورة دنوغال الطلاق البدعي بيسك انسان طلاق السني الطلاق البدعي مخالف الامور هذه اوتوماتيكمون مخالف بار اكزومبل ناد الشرطه مزوجه خلف الشرعين يسسبروا يوث انت سنالا اسينا مدام روح كان فريغان 33 مرة طلاق انقرو كينك صافي هو خالف الشرط ازبرا سينيا كان ذي الوقت عثمان بن عفان في عهد عثمان بن عفان امير المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد طلق زوجته 100 مرة ديريكت 100 مرة انيس فريغان 100 كان بعد ندم يندم يسدر عثمان بن عفان الناس يا أمير المؤمنين يا عثمان بن عفان طلقت زوجتي 100 مرة من بعد أشو سينا الناس حرمت عليك بالثلاث وسبع وتسعون عليك إثم وهي عدوان الناس كنت فغنت لي طرواني في مزورة ديجات ثلاث حرام في الليل أرنو ربي تسلسك 97 ثياغ خطر الصو موان طروا 97 الناس وسبع وتسعون عدوان ذي العدوان فهمت المسألة نفهم صافي ثورة الطلاق البدعي مريفرو ورقازيت مطوثيس طلقان ثاقي وطبر طلق بدعي يزمنا كينيكو سفرو غالا ترون طروان فانا نو ام كل ساعة سيفرو الصباح حاكن ذكرن مرة واحد قال لي مرة الله يهديكم بالخير ضركم بعد تراجعوا الحمد لله قالك غضبت عليها في الليل خالفو ما رجدوش ما جاش رقاد هي رقدت هو صباح نوضها إنيس المرأة نوضي نوضت إنيس فريغان كي حكاوها لي في زوج لسبري سبورتيف عندهم في زوج إنيس كيفاش تلقك إنيس سكرين سجل سيفري وإنيس إنيس صحي نيش والله أرصح ما قبلت أهضر وقيث مثلا أثن صافي فرياس مع الفجر أنبع ثمانية جاوي شرب القهوة إنيس مادام فكرك باللي جو كونفيرم فريغان أتندو أنبع قال سيدي المي دي شرقية طيج إنيس دغتن فريغان يوسف بس نغمي خزوشة النار والله أرتفرام
أي مس الله أرث فرغ إما صافي من الصباح حتى العشية هو طلق يا خايفة بلك يكون سبعة ثمان طلقات الصباح العشية سات كومبريمي بار جور بون هذا طلاق طلاق بداية علاش طلاق بداية مخالف للسنة سي بون ممكن تقول له علاش يقول لك أنا هي تبروفيكي فيا معليش ولا ما إلا غاك تشر شاي شيني الشرع شي يهضرك شيني ماشي نتاف أنت تسعى الشيطان سيقار استفزو شيني إلا قد صوب لي فران إلا قد صوب بارشوت إلا قد صوب لي رباكي عرفوا لي رباكي هي تقول لك فري ما صاد شلاغم لأن الشلاغم اللان يرون في الرغارة مفهوم لو كان فرون تلاوين فري غاش ودي فاتي لاوين لا إله إلا الله رسول الله ها عشان اللي ما يستاهلش هاد شوف غسك العجب مش تدبلي ربي راه يهضر معاك مش تدبلي الشرع كيقرا شيني عاص روحك وقي طلق البدعي الشرط مزول الشرط ويسين ما الا غسيفرو وهي حائض وهي نهو النفساء سي تدير اكن لا تيوالي تعيشي لي راجل نيذا مني بقور اذا غنسات تدوير كان سيدا ذي ناس يعجب الحال اسيفرو وقي طلق البدعي نغسيفرو ما تنفس هذه روح الله كلينيك انت يسعى اربعه حذايين عندو اربع بنات اما دام واش جبتي لنا هاستيني يرقز طفله هاستين غافريغا ديرا كلينيك ديري ويسلاسه باش هذا الطلاق السلي لاق تلقى وحده الاق ما يكونش في فتره الحيض ويلاق في طهر لم تمس فيه الزوجه انت داكي زمره سيفرو ثلاث الحيض من بعد زديث وغلوغو زديث اتي عشر ميتي عشر ابري وباسنغ يومين سيني فريغا ني موقي طلق بداي وعلى بالي معظم الرجال هذا الامر ما يخمنش فيه كامل يقول لك حبيت نطلق نطلق ما نشوفش هذه الامور كامل نو الشرع يقول لك يا انتيردي في النهايه لا كونكليزيون واش نجبدوا نقولوا الشريعه تريد ان تحمي الاسر لا بروتيكسيون دو انتواشوت ولكن ما نسعى الشريعه ماكش مد القهوة للنار زعما كل امور سي نورمال كاش ما بقى شريعه كاش ما بقى والو كويس نسروتها كي نبغى الو رئيس مثلا هذا نفهم ثورة رابعا الطلاق السني والطلاق البدعي.